صباح الخير عليكم، صباح النور. اليوم بديت نصور لكم من هنايا، بديت نصور لكم الروتين ديالي في العروبية، شنو كنديرو من الصباح حتى العشية. غنصور لكم الروتين كامل. المهم هنا في الصباح جينا عندو ماكلة كيف ما كتشوفوا معايا، عطينا حتى ريشيل، ولكن هو فاش كيشوفك جيتي ما كيبغيش يجي ياكل. المهم انا نخرج حتى غادي يرجع، وغادي حتى غادي نخرج وغيجي هو ياكل. المهم انا بديت لكم هنا بهذا الجو، هذا جو طبيعي بدون بروتوكول، ونهاركم مبروك. هاو ما جاو دابا كياكلو. هانتوما بغيت نوريكم هادي. هادي راه مصوبة على اليد، مصوبة خالتي، هي فيها المونزون. دابا خرجنا تمش وقلت نصورها عليكم. شو الزواق اللي فيها، هانتوما كيف هادي كيف هادي كيف هادي، نفس الزواقة. وهنا تاني غادي نفس شي تقليدي شحال زوين. هادي راه في وقتها كانت كتباع غالية، كتوصل حتى ل 3000 درهم. زوينة واعرة، طويلة، راه مدوبلة على جوج جوايع. هنايا بغيت نوريكم الغداء ديالنا. درنا الكرعين بالحمص، في الصراحه كيجيو ولداد وزوينين. سمحوا لي ما صورتش لكم الطريقه، كنا مزروبين شويه. غنصور لكم مره اخرى الطريقه باش كنصاوبهم. المهم هنا صافي راه طابو، غير خليتهم يتعسلوا شويه مع داك الزبيب اللي درنا والتمر. انا كندير فيهم زبيب والتمر، واش هي طيبه. شكرا لكم على المتابعه. هنا بغيت نوريكم الخبز، وبغيت نقول لكم حقكم في الجنه، وبصحتكم وراحتكم حتى نتوما غداكم. هنا عطفت بين الحوالة فهاد مصابين خصيصا باش يتعطفهم الشعير والتبان وداك الفوراج والتبن ديال العدس، التبن ديال الفول. تبارك الله. هادو الحوليات، حيت الحوالة ديالهم راه تباعو للعيد. هنا بقاو غير الحوليات، واحد الحولي اللي كيكون مع الحوليات ديما، غاو حولي سردي، وقيلا يمكن شي وحدين صغار، هادو كيكونوا واجدين العيد. تبارك الله. دابا حنا جينا لواحد الجنان، هانتوما جيت خصيصا باش نصور لكم، صور لكم الرمان. ها هو هنحيدو الرمان، ما عرفش هذا الرمان معلوم اخوة،
بقات غير القشره ديالو. كيجي شي طير ياكلو ياك؟ شنو سميت هذاك الطير؟ هذاك الجحموم. الجحموم سميتو الجحموم. شي كيخواه؟ ها هو هنايا. هذا زوين ماكلاش الشحموم، غنحيدو منو. هيا حمانة، هيا وحدة كبيرة هنا، هادي حيدة تبارك الله. راه هاديك راية هي كبيرة، راية الفقرة عادي ألا غنجرها. ويا هادي هاديك زوينة تبارك الله، شي حاجة بيو طبيعية راه لهنا. هانتوما هاد الشجرة تا هي فيها هذا صغيرة، هاديك صغيرة واخا صغيرة زوينة تكون زوينة. مرة الفوائد ديالو كبار بزاف. هذا الزيتون مازال موجود. المهم هاد العشبة، هاد العشبة راه سميتها التفلة، راه اللي نط فيه شي حبوبة كيبخر بها ما كتبقاش ديك الحبوبة سبحان الله العظيم. وراه بتجرب، راه راجلي كانت واحد النهار نط فيه حبوبة وجابتها ليه الوالدة ديالو وبخر بها وما بقاتش والله لقاسها. وواحد السيدة هنا راه الدرسة كتشدها كتبخر غير بها وما كتبقاش تضرها. الدرسة يعني كدير لها الابسي بحال شكل يعني حبوبة. ها هي راه مفيدة بزاف، اللي بغى منها يكتب لي تحت في الكومونتير ونجيبها ليه. ها هي شجرة اخرى، هاد الرمان فيها رمان زوين. يلا حيدي تبارك الله صلى على النبي. موجود الرمان هاد العام. ها وحده كبيرة هنا هي. هذا الزيتون بدا كيتحرك شويه البرد. حنا دابا غادي نجبدو الماء من البير. عندنا البومبه ولكن بغينا نجبدو الماء دابا من البير نشربو منه. هانتوما هاد البير عامر تبارك الله. هاد الماء قال لي نشرب. نشرب شي ماء. ها هو شي سكين خلينا هاد شي سكين. احنا غنسقيو الماء. شو البير تبارك الله كي عامر بلاتي. بير عامر تبارك الله. شنو هو داكشي اللي فيه الحجر؟ هذا غير مبني بالحجر. مبني غير بالحجر هاد البير. قديم ياك؟ قديم. شحال تكون عنده من عام؟ تكون عنده شي 40 ولا 50 عام ولا اكثر تبارك الله. وبانت مصوبينو غير بالحجر. والماء راه طالع فيه الماء تبارك الله. اي خويا تما في هذيك تما يجيبو الطيور يشربو ولا الدجاج ولا لا داس شي بهيمه هنا ولا تا الحنوشة اللي دازو يشربو كلشي يشرب. المهم هانتوما شوفو هاد البير شحال غزال تبارك الله. شكرا.
مهم دابا بدات كيتغرب الشمس، من بعد ما صورت لكم الروتين ديال النهار كامل، شنو درنا من فطرنا حتى تغدينا، درت لكم الجولة يعني في دك الجنان وفي الواد وفي كل شيء. هذا هو الروتين، هكا كيدوز النهار بسيط عادي. كنتمنى يعجبكم هذا الروتين، وكنتمنى انكم تفعلوا مع هذا الفيديو، وما تنسونيش من التعليقات تقولوا لي واش كيعجبكم بحال هاد الروتينات، واش نديرهم ليكم، واش ندير لكم مواصفات، واش داكشي اللي كتبغيو قولوا لي شنو ندير لكم. واللي ما مشتركش عندي يدير لي اشتراك وفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايك اكيد، وشكرا لكم على التتبع، ونخليكم على خير بسلامة، ونخليكم مع المناظر زوينة راني كنصور لكم باش تشوفوا كل شيء، ما كان بغيت تفوتكم حتى شي حاجة، ومع السلامة.